عاشي تسنى يتونى. بسم الله الرحمن الرحيم، باسمك اللهم نستعين، نجدد بكم اللقاء والتحية، فسلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، وأسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة وبركة من هنا في هذا الكرنفال، في هذا المهرجان الغالي على قلوبنا جميعا، مهرجان خادم الحرمين الشريفين الهجن لعام 2024 بدعم سخي وكبير. شكرا لمولاي خادم الحرمين الشريفين، الشكر لولي العهد الأمين، شكرا كذلك بمتابعة كريمة من سمو الأمير فهد بن جلوي رئيس الاتحاد السعودي للهجن، شكرا للاتحاد السعودي للهجن رئاسة وأعضاء ولجان على كل ما يقدمونه. هكذا تعلن بداية وانطلاقة شوط جديد من تحديات أشواط اللقاية وشوطنا العاشر للقاية القعدان وتحديات القعدان. تنطلق الأسماء والشعارات مزينة لأرضية هذا الميدان في هذا المساء الاستثنائي والمساء المغاير. 5 كيلومترات هي الحكاية والرواية الحاضرة بين أقطاب وأركان هذا الميدان. نسير بحضراتكم لنتابع وتتابعون الأسماء المتقدمة والخمس المراكز المتصدرة لهذا المشهد. نتابع أول العناوين، أول المندفعين هجن أم الزبار مع مسير، مع بقيادة زيد بن محسن بن علي بن طيذاب بن نديلة. من يتابع لنا مسير في هذه اللحظات مع صدارة الشوط ومع مقدمة الشوط؟ مسير من يتقدم في هذه اللحظات مع الصدارة مع البداية، بينما المركز الثاني من الجانب الآخر. لحظات ونتعرف في هذه اللحظات على اللي قادم من الجانب الآخر، قدوم وتسلل من حراق بشعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود بقيادة خالد بن عبد الله بن طالب بن شريم المري. من يتابع لنا حراق، بينما الأسماء القادمة والمتسللة في هذه اللحظات، وصل سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان مع صغان وسعيد بن مبروك الوهيبي. من يتابع لنا في هذه اللحظات صوغان اللي غير إلى مقدمة الشوط وإلى الصدارة وإلى البداية، أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة. بينما المركز الثاني من يتواجد مع مركز الوصافة، حمد بن محمد بن جابر العاضي المري مع مزاحم، مقدما لنا مزاحم على المركز الثاني والمركز الثالث. قدوم وهجوم في هذه اللحظات مع شامان سالم بن سهيل بن صالح العامري. من يقدم لنا شامان على المركز الرابع والمركز الخامس؟ وصلت في هذه اللحظات وتقدمت هجن الرئاسة قادمة على المركز الخامس مع تواجد وهنا حضور مشبب سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. من يتابع لنا مشبب في هذه اللحظات والقدوم والتسلل من شعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود مع معتمد وسعد بن محمد الجفران المري. من يتابع لنا في هذه اللحظات معتمد بالقيادة والريادة. هكذا هي الأسماء مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء الأفاضل. نعود إلى مقدمة الشوط وإلى الصدارة وإلى البداية الأولى. مزاحم مزاحم لازال يزاحم الصدارة في هذه اللحظات، شعار العاض من يتقدم ويقدم لنا شعاره مع البداية الأولى، لكن الأسماء في هذه اللحظات على خط واحد، الشعارات على خط واحد تقترب في هذه اللحظات. هجن أم الزبار غيرت إلى مقدمة الشوط وإلى الصدارة مع مسير في هذه اللحظات. هجن الشحانية بدأت بالهجوم المبكر، وصلت هجن الشحانية القادمة مع عنيد جابر بن سالم بن فاران
من يتابع لنا عنيد وكذلك معتمد. وصل معتمد في هذه اللحظات يقترب على المركز الثالث. شعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود يتقدم في هذه اللحظات مقدما لنا معتمد وبقيادة سعد بن محمد آل جفران المري. بينما القادم من الجانب الآخر جنكيز هو القادم شعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود وسعود بن محمد بن فهد آل رزق العجمية. من يقدم ويتابع لنا جنكيز؟ هكذا هي الأسماء المتقدمة، هكذا هي الأسماء المندفعة الباحثة والطامحة عن النوماس وعن الانتصار. وصل في هذه اللحظات اللي غير من مركز إلى مركز إلى مقدمة الشوط. وصل شاهين هجن شحبيل. من تقدم لنا شاهين بقيادة راشد بن محمد بن سعيد بن مراشد بن سعيد هو السعيد يبحث عن المزيد. من يتابع لنا شاهين مع مقدمة الشوط ومع الصدارة والبداية الأولى هجن الشحانية ثانيا. بينما القادم في هذه اللحظات وصلت الأسماء المتقدمة، وصلت هجن الرياسة، أحضرت هجن الرياسة على المركز الثالث مع مشبب. وصلت هجن الرياسة مع مشبب يتقدم مشبب في هذه اللحظات مع بوابة الكيلو الأخير، مع بوابة الكيلو متر الخطير بقيادة شاهين. هجن شعبيل مسيطرة في هذه اللحظات محكمة بالقبضة مع مقدمة الشوط. هجن الشحانية تتحرك، هجن الرياسة تقترب. الله يا هذه الثلاثية، ثلاثية ماسية ذهبية مع شاهين ومشبب وكذلك عنيد. الله يا هذه الثلاثية، الله يا هذه الثلاثية. هنا عزم وشدة، عزم وشدة ما بين عنيد وما بين مشبب. هجن الشحانية وهجن الرياسة في مواجهة أخيرة، في مواجهة حقيقية، لكن هجن الرياسة، هجن الرياسة تتقدم مع مشبب، تتقدم مع مشبب. من تنتزع النوماس عند اللحظات الأخيرة، عند اللحظات المثيرة مع هجن الرياسة. السلام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على هذا الإنجاز، على هذا الفوز، على هذا الانتصار. نوماس مسائي مستحق لهجن الرياسة. من تظهر بالنوماس وبالانتصار مع مشبب مع هذا البطل المتوج بهذا الشوط. تهانينا والف مبروك لهجن الرياسة على انتزاع النوماس هذا الشوط مع مشبب وبقيادة مشاهدين الكرام، بقيادة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي المركز الثاني، عنيد هجن الشحانية ثالثا، ثالث الأسماء فكان الوصول مع هجن زعبيل مع شاهين، ورابع الأسماء، رابع الأسماء شعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود مع معتمد. بينما المركز الخامس مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء خامسا فكان الوصول كما تشاهدون أمامكم على الشاشة. نعود بحضراتكم إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول مشبب منتزع لنوماسي هذا الشوط بكل استحقاق وبكل جدارة مع هجن الرياسة التي تحضر بكل تميز وتألق وامتياز في هذا المساء. مشاهدينا الكرام التوقيت الزمني كما تشاهدون لحظة وصول هذا البطل منتزعا لنوماسي هذا الشوط 7:39 53 جزءا من الثواني، هكذا كان التوقيت. مشبب مشاهدينا الكرام ثاني المراكز، عنيد شعار هجن شحانية 7:41 33 جزءا من الثواني، ثالثا هجن شعبيل مع شاهين 7:43 86 جزءا من الثواني، رابعا شعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود مع معتمد، وخامسا هجن أم الزبار. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء. نتواصل بحضراتكم، أشواطنا تستمر وتتواصل بكل تألق وبكل تحدي وقوة وإثارة ومنافسة في هذا المعترك في هذا